تزاحمت المشاعر والمقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي ناقلة أول صلاة جمعة في المملكة بعد تعليق دام نحو 75 يوماً بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. شهدت جوامع وعدد من المساجد التي تم استثناؤها في مختلف مدن المملكة اليوم أول صلاة جمعة ما عدا مدينة مكة المكرمة بعد تعليق دام 75 يوم بسبب جائحة كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية أبرزها التباعد بين المصلين وتنظيم الدخول والخروج من وإلى تلك المساجد. وزارة الشؤون الإسلامية هذا اليوم خصصت خطبة أول جمعة بعد رفع تعليقها للحديث عن جائحة كورونا، وكذلك دور الفرد والجماعة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة من أجل منع تفشي هذا الفيروس فيروس كورونا، إلى جانب التأكيد على أن حفظ النفس من أجل مقاصد الشريعة، وأن تنفيذ التعليمات من الواجبات الشرعية التي يأثم المسلم بتركها. مزيد من التفاصيل يرصدها لنا التقرير التالي. أول جمعة تقام داخل الجوامع بعد رفع الحظر عن الصلاة فيها. جامع الشيخ راشد بن خنيم بالدلم كغيره من جوامع المملكة قام بكافة الإجراءات والاحترازات الصحية. طبعا عندنا في جامع الشيخ راشد بن خنيم رحمه الله اتخذنا عدة إجراءات للوقاية من فيروس كورونا. أول هذه الإجراءات وضعنا علامات للجامع، علامات ورقية لكي يصلي الإمام أمامها وعن مسافة مترين، وأيضا اتخذنا ووضعنا عمال الجامع أمام الأبواب معهم مقياس الحرارة ومعقم اليدين. أيضا اتخذنا من الإجراءات أننا قبل كل صلاة بساعة نقوم بتعقيم كامل للجامع من الأدوات الديتول والأدوات المنظفة، الأسطح وكذلك كنس سجاد الجامع. دعوات من المصلين بالالتزام بالإجراءات لتعود الحياة طبيعية. أبشرنا بحمد الله بالعودة إلى المساجد بعد طول انقطاع بسبب جائحة كورونا، ومن فضل الله علينا أن إدارة الجامع قد طبقت كافة الإجراءات الاحترازية من تحقيق التباعد بين المصلين وبث الرسائل التوعوية للتأكيد على ضرورة لبس الكمامة واصطحاب سجادة خاصة لكل مصلي. فلذلك هذه نعمة تستحق الشكر، وبالشكر تدوم النعم. فأناشد كافة المصلين في هذا الجامع وفي غيره بأن نعود بحذر. نعود بحذر، فكلنا مسؤول، وبالتزامنا بالتعليمات سنتجاوز الجائحة. لبرنامج أخباركم عبد الحكيم السيف، الدلم. طبعا يا عبد الحكيم، أئمة المساجد اليوم أيضا كان لهم دور كبير في توعية المصلين، وتابعنا التقرير، وأيضا منذ بداية الجائحة وللحديث طبعا حول هذا الموضوع اللي نتذاكر اليوم، وطبعا لنتذكر به أكثر، ونشكر صراحة الزملاء القائمين على هذا التقرير. نشكرك زميل عبد الحكيم على هذا التقرير، الله يطول عمرك يعطيك العافية. وأنا لمست فيك وقرأت في عيونك يعني إبداعك صراحة، كأنك تقول لا تمدحني الهوى، لكن تستاهل أبو سعد. طبعا للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الدهامي، إمام وخطيب جامع الزهراء بمحافظة البكيرية. أهلا وسهلا بك شيخ عبد الرحمن. حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله يا مرحبا. حياك الله، أول شيء مسي عليك بالخير. اليوم كانت أول جمعة بعد إيقاف صلوات الجمعة منذ 75 يوم، أكيد أنكم لامستم مشاعر المصلين مع العودة لصلاة الجمعة، كيف كانت مشاعر المصلين اليوم؟ نعم، أولا أحمد الله تبارك وتعالى، وثم أشكر اللهم لك الحمد لكم ولقناتكم الموقرة، وأشكر لكم أيضا هذه الاستضافة الكريمة. فأقول الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أما بعد، فإني أهنئ نفسي وأهنئ إخواني بالعودة الحميدة إن شاء الله إلى بيوت الله تبارك وتعالى بعد انقطاع دام طويلا نحو من 3 أشهر، ونسأل الله تعالى أن يكون
عودا حميدا محفوفا برعاية الله تعالى وحفظه يا رب، وأن يوفق الله تعالى سائر إخواننا سائر إخواننا إلى مزيد من الوعي وإدراك تام لمستوى هذه الجائحة التي اجتاحت الأرض. وأما ما رأيناه على وجوه المصلين من الفرحة العارمة بالعودة إلى بيوت الله فهذا أمر طبيعي لدى أهل الإيمان الذين تعلقت قلوبهم ببيوت الله عز وجل وألفوها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم الناس تعلقا بالمسجد. طيب. فكان بيته عليه الصلاة والسلام مطلبا بمسجده الشريف. حتى كان إذا رجع من سفر بدأ بالمسجد. طيب شيخ عبد الرحمن، شيخ عبد الرحمن اليوم يعني ممكن كانت أول جمعة وأكيد معها عدد من الإجراءات خلينا نقول التعليمات اللي لابد يتبعها كل مصلي، كيف شفتوا تطبيقها على أرض الواقع؟ كيف شفتوا يعني الناس ومدى التزامهم بها؟ الحقيقة سرنا كثيرا ما رأيناه من عموم المصلين سواء كان ذلك المقيمين وكذلك المواطنين على حد سواء في مختلف جنسياتهم كبارهم وصغارهم. وكان الالتزام ولله الحمد والمنة ظاهرا حتى إنني وأنا على المنبر لم أرى شخصا واحدا بدون كمام ما شاء الله. والتباعد حصل تطبيقه 100% ولله مترين بين كل مصلٍ. حتى إنني لفت انتباهي أن المسجد لما امتلأ مع دخول الإمام يعني الإخوة الذين حضروا متأخرين لم يجدوا مكانا فنأوا بأنفسهم ولم يدخلوا ويتخللوا بين المصلين مع إمكانية ذلك، ولكنهم آثروا أن يصلوا في الساحة خارج المسجد، كل ذلك مراعاة لتحقيق التباعد. وكل ذلك إنما دل على شيء، إنما دل على وعي ولله الحمد بسبب تكثيف التوعية. اللهم لك الحمد. تكثيف التوعية وهذا ولله الحمد لمسناه ظاهرة جليا ولله الحمد والمنة. الحمد لله. شيخ عبد الرحمن، الله تبارك وتعالى أن يزيدنا وإياكم هدى وتوفيقا. اللهم أمين. ودنا نسألك أو ودنا توجه نصيحة للمصلين في ظل جائحة كورونا. نعم. أقول ينبغي لنا جميعا أن ندرك حجم هذه الجائحة التي طبقت الأرض وابتلي الناس بها جميعا، وهي جائحة الناس الله تبارك وتعالى أن يرفعها عن المسلمين عاجلا غير آجل. يا رب آمين يا رب. ولا شك أن تطبيق الاحترازات التي وضعتها الدولة ممثلة بوزارة الصحة وما يعينها من سائر القطاعات الأخرى ليس للإنسان الخيار في تطبيقها. صحيح. وإنما هو فرض لازم، لأنه إن الإخلال بتطبيقها والعناية بها معنى ذلك أنه قد يجر ضررا وأذى على صحيح. نفسه وعلى إخوانه صحيح. البراء، وهذا يعني أثره خطير. قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثم مبينا. ثم أولئك الذين أيضا لا يبالون بالتعليمات ويضربون بها عرض الحائط، هؤلاء قد يبطئون وقد صحيح. يوسعون دائرة الجائحة صلى الله عليه وسلم والعافية. صحيح. وقد يفضي إلى أيضا اتخاذ إجراءات أشد صرامة صحيح. ومن ذلك أيضا إغلاق المساجد نسأل الله السلامة والعافية. قد تضطر الدولة بسبب يعني عدم مبالاة صحيح. الناس في هذا الأمر إلى اتخاذ إجراءات صحيح. وهذا يا شيخ عبد الرحمن ما حصل اليوم في مدينة جدة، يعني بعد أن يعني تم دراسة الحالات الحالية تم إعادة منع المصلين من الذهاب إلى المساجد بسبب يعني الزيادات الأخيرة. شكرا لك شيخ عبد الرحمن،
عبد العزيز الدهامي وأنت إمام وخطيب جامع الزهراء بمحافظة البكرية على هذه المداخلة وعلى هذه الإضافات الجميلة حول خطبة الجمعة في هذا اليوم.